ودلوقتي ميعادنا مع السوشيال لاب، بداية من دورها في أشغل شقة وفي فيلم أولاد رزق، وكمان في فيلم اللعب مع العيال، واللي تعرضوا في عيد الأضحى وحققوا إيرادات عالية جدا. تعالوا نشوف أسماء جلال علاقتها إيه بالسوشيال ميديا. هنبدأ بالإنستجرام لأنها متفاعلة عليه بشكل كبير جدا، بيتابع أسماء 3,700,000 متابع، وهي متابعة حوالي 3,023 أكاونت منهم بلوجرز وأشهر المصورين، وطبعا نجوم من الوسط الفني زي آسر ياسين وعمرو يوسف ونجوم عالميين من دول مختلفة. أسماء جلال نشرت تقريبا 561 صورة وفيديو كلها عبارة عن بوسترز لأعمالها ومشاهد من أفلامها ومسلسلاتها، وكمان إطلالات بيها وصور مع أصحابها ونجوم من الوسط الفني. من الحاجات اللي لفتت نظرنا إنها بتحب السفر جدا وبتحب تشارك جمهورها، كمان لقينا أكتر من 100 صورة لها لإطلالاتها في المهرجانات الفنية على الريد كاربت. من الانستجرام نروح لتيك توك، بيتابع اسماء جلال 1,400,000 متابع وحققت 2,500,000 لايك، وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.